اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كنت بتحكي لي على بركات دلوقتي عمل ايه في الاتوبيس وانتوا رايحين الماتش؟ كنا ماتش الترجي في رادس. الترجي في رادس النهائي. وكنا بنروح الملعب عشان نتمرن وكان المباراه خلاص بقى لها يوم او يومين حاجه زي كده. وكان طلع اشاعه بقى وكلام كتير ان بركات هيعتزل. وكنا يعني الكلام اللي داير ان بركات هيعتزل بركات هيعتزل بركات هيعتزل. فكان في منتشر في الوقت ده في لعبه اسمها صابوي، تمام، كانت منتشره في التوقيت، لعبه اسمها صابوي، فكل الناس كانت بتلعبها. وكان بركات برضو ايه من اكتر الناس على التليفون من اكتر الناس اللي بتلعبها والكلام ده. فبركات قال انا عايز اقول حاجه. كنا رايحين التمرين فقول يا بركات، فكرته بقى ان هو ايه، انا خلاص بقى واحنا فعلا في صدمه، ده حقيقه اتكلم بجد بيقلب وشه يقول لك يا جماعه انا احنا فعلا انا عايز لا اقول في الكلام ده في المايك والكلام ده في الاتوبيس يعني. فكنا انا بقى في حاله ترقب مستنيين بقى. طب ليه بركات جوانا؟ ليه بركات مش وقته؟ فاكرينه هيعتزل يعني. هيعتزل وبتاع. فانا عايز اقول حاجه يا جماعه قول يا بركات. فكلنا في جهاز مباراه نهائيه، انا ما توقعتش. تعرف كابتن حسام القفشه بتاعته مش صعب، مش قوي يعني في الهزار يعني. فقال لي انا عايز اقول حاجه، فقول يا بركات. قال لك انا حققت 20 مليون في الصابون. فانا عايز اقول لك اللعيبه بالجهاز كله وقع كله وقع